والله أنا شغلة التمثيل شكلي بدي أتركها، بعد 4-5 طلبات قلت بدي أتفرغ لشوفير التاكسي بقى. شو بدي أنا؟ سامحناكم بالتمثيل، وهي ميلي على ميالك أبو الميز خيالك. وهيك كون حققت حلمي بإني أصير شوفير تاكسي ويلغي كل التمثيل. آخ، طول اليوم ما اجانا طلب. عبرن يا الله اجى الطلب. هو قال شو قال لي الشاب لابس؟ تذكرته تذكرته لابس كنزة رمادية مو؟ ايه لابس. وينه الشاب؟ قال لي لابس كنزة رمادية. ايه ليكو لحظة اخ اخ خلي على التاكسي. وينه هذا؟ ليكو شرف معلم. ميلي على ميالك ابو الميز خيالك. شرف معلم. يا عمري عم بقول لك انا ببيروت. لا مالي بالشام. مين قال لك اني انا بالشام؟ ما قلت لك انا طالع يومين على بيروت؟ لا والله العظيم. تفضلي تحكي مع الشوفير عشان تصدقي. تفضلي 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 احكي مع الشوفير. شو بدك يا اخي؟ احكي. اساس نحن ربنا. انسي خطيبتي يا اخي. بونجور يا ديموزيل، كيفك؟ سافان كيف؟ نحن بلبنان. بتعرف لبنان؟ وين بلبنان؟ نحن يعني نازلين تقريبا من عنط الياس لتحت نزول بحري بحري. اهلين يا ديموزيل، اهلين شرف. حضرته بده يروح على المول على الاي بي سي موصله. ايه على الاي بي سي. ايه قال محصور بده يعمل بيبي. اوكي اوكي اوكي. لا كثير حباب، الله يخليكم لبعض يا رب. ميرسي لك، ميرسي لك. اهلا اهلا. لك شو هالبلشه بلشتيها انت؟ الله شو بيعرفني انا مشتوش اكثر منه. الله وكيلك نازل امبارح نزلت اختها من دبي، مشان هيك انا قلت لها رايح على بيروت. بكره نازل يعني على اختها، بدي اروح على مطاعم واخذها لوين وبدي اجيب لها هدايا وفوتهم وطلعهم وكله طالع مسموم. يعني اجت حبيبتي من الامارات جاي. والله فهمت عليك، يعني جاي اختها من دبي. اي والله. وانت بدك تبلش بالمطاعم. تمام. كذبت عليه وقلت له كذبت اللي طالع بيروت. شو بشرف انت احلى زلمه. اخي بدي اهرب. قلت لك نفذني انا بدي اهرب. يا عيني عليك يا عيني عليك يا اخي. ما يطلع كيس مسموطه، كل شيء غالي، ما في شيء. بس مطيلسه كانها خطيبتك. ليه مطيلسه وكثير؟ هي واختها لسه اكثر زعلانه. اي والله مشان هيك قلت لك. طب يعني طب يعني اختها هي اللي من دبي جابت لك شيء معها؟ ما جابت لي شيء. ولا شيء ولا هدية ولا تليفون ولا بارفان ولا شيء. بالمرة والله. الله عينك على هالفوتة. شو هذا؟ الله عينك. طلع بيروت قال شافتني، قال حدا شايفني. قلت له ما مستحيل. لا والله. بس مين خادمك هالخدمة بالخطيبة؟ حدا شايفني. والله ما بعرف. ما حدا يكون حدا شايفني. والله ما بعرف. مع انه اولاد الحلال كثير. يعني مين دلك عليها لخطيبتك؟ ما بعرف. انا عن طريق بيت ستي خططت للمخلوق. لكن كانها تليفون على برن. رد 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 رد. الو. ايه عمري. لك عم بقول لك انا ببيروت ما حكيتي مع الشوفير. يلا وصلنا. لك ليش تكذب عليك؟ مين شايفني؟ طيب تفضلي احكي مع الشوفير مرة ثانية. تفضلي. ايه ديموزيل. ايه لانه انا واقف هلا عند الاي بي سي ونزل هو. ما قلت لك وصلته على الاي بي سي مشان يعمل بيبي ونزل هلا. ايه. لا اكيد. ولو انا شو في بيني وبينك لحتى اخبي عليك يا ديموزيل. لا مين قال لك انه هو بالشام؟ لا ليكي. مين؟
والله ليك انت بدك تنتبهي لرفقاتك، رفقات السوق بلموا بلا احيانا بجوز حاطه عين عليه، حاطه عين عليه وشو بتكذب عليكي مشان تتركيه وتخطبه هي. يلا يلا ليك يا عجت 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 هون عنتليس عجت 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 سوري بدي سكر بدي سكر. العم بسأل خطيبتك يا زلمه. والله اسمنا والله العظيم كرهتني حالي. خلص طفي لي الموبايل طفي طفي انا معك قلبا وقالبا حبيبي ولا يهمك ولا يهمك انت اتركها وجوزك ستها خلاص خلاص ولا يهمك. بس والله كرهتني حالي انت حكيت معي مكالمتين جنيت معناتها مش نوع طول العمر عايش معي ابن الناس. خلص طول بالك طول بالك انت كمان زايدة شوي. انت بتحضر شي برنامج على سنة هيك كذا؟ يلا قوة حاضره شي مرة لكم. ها؟ لكم ايه وشو ما طلع معك شي؟ هذا انت استاذ؟ هذا انا الاستاذ. والله الاستاذ مازن عباس ابن الشرف الله يكرمني اياك ان شاء الله. والله العظيم عسرتني مش لوش الالف قصه. والله انت شلوني باللبناني؟ والله على انا تفاجئت الشوفير شلون حافظ لبناني وبحكي لبناني. الي الشرف ان شاء الله استاذ سامحني مالي منتبه. ليك بس شكلك ليك بعد هاي الحلقه اذا خليتنا نعرضها راح تنفضح عرفت كيف؟ فانت راح اعطيك تليفوني هلا تمام اي شيء بدك اياه اول شيء راح تتركك اياه اكيد تمام عرفت شلون؟ فانا بزبط لك امورك خلص امرك استاذ. بس شلوني باللبناني بربك؟ والله العظيم يا استاذ انا بحبك وحب تمثيلك وحب كل شيء فيك حتى باللبناني وبكل شيء. شلون باللبناني سافا؟ سافا سافا اي والله حبيب القلب يا استاذ. انا اسمي عمر على راسي احلى عمر فيك استاذ. وهي وصلنا نحن هلا راح نوصلك ببلاش الله يخلي لي اياك يا استاذ وراح نعطيك هديه للخطيبه مشان تسامحك على الكذبه ان شاء الله ترضى تسامحنا لا لا بتسامحك بتسامحك سلم لي عليها الله يسلمك ولا خفي شوي وان شاء الله هيك شكرا لك بتروح انت وياها واختها على دبي شكرا كثير لك ان شاء الله وبالسلامه هيك الله يسلمك يا رب وان شاء الله شو بيقولوا تتم بالسلامه الله يسلمك يا رب الدهر. الله يخلي لي اياها وهي شكرا كثير لك ببلاش مثل ما قلت لك وهذا مبلغ مالي وتفضل شكرا يسلم ايديك لسه 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 في تفضل اهلا وسهلا سلم لي كثير على خطيبتك وليك يعني هي هديه من نيو بار كمان الالبان واجبان واهلا وسهلا فيك ودير بالك حالك في لبنان لانه لبنان صعب العيش فيه وتطلع يمين ويسار قبل ما تقطع الطريق خلاص روح حاج كذب روح حاج كذب يا لطيف شو بكذبوا يا جماعه يا لطيف شو بكذبوا بده يكذب على خطيبته يعني النسوان احيانا بدها كذبها يعني بده يدبر حاله كمان يا الله وميلي على ميالك ابو الميز خيالك